بصوا يا جماعه، انا خدت كل الادويه بتاعتي عشان طبيعي عارفين ان انا عندي كحه، فاكتشفت انها حساسيه بعد كده، وظبطت الدنيا علشان اعرف اتكلم الفيديو ده لاخره، لان انا كل كلمه بقولها لازم اكح في النص. تمام؟ فيعني انا جاهزه، وعايزاكم انتوا كمان تبقوا جاهزين وحضروا حاجه تاكلوها وحاجه تشربوها، لان الفيديو ده هيبقى طويل جدا، بس انا اوعدكم بجد ان هو هيعجبكم. الفيديو بتاع النهارده هيبقى هوريكم منتجات مصريه 100%. الميزه فيها انها جودتها كويسه جدا وسعرها يعتبر رخيص. اغلب الحاجات اللي هوريها لكم سعرها اقل من 50 جنيه، وسعرها اقل من 100 جنيه. فان شاء الله ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتدوسوا على زرار الجرس لو حابين تشوفوني تاني، ويا ريت تتفرجوا على اكبر يعني مده من الفيديو، لان ده بيساعده ان هو ينتشر اكتر في اماكن كتير وناس كتير يوصل لها. فيلا بينا نبتدي. لما نيجي نتكلم عن منتجات مصريه وشركات مصريه لازم نبدا بايفا، خصوصا ان دي اكتر شركه عندي ليها حاجات. ومعذره بقى لان الحاجات اللي هوريها لكم اغلبها خلصان، لان انا مش برمي اي علب، بحتفظ بكل العلب اللي عندي. فيعني هتشوفوا دلوقتي اول حاجه هتكلم عنها، وهي الغسولات بتاعه ايفا هوريها لكم. اول حاجه خلينا نبدا بيها هو المقشر بتاع ايفا، ده سعره 30 جنيه. هما كلهم سعرهم 30 جنيه، ولو تعرفوا دايما تجيبوا اللي عليه خصم 20% هتلاقوا ان هو سعره 20 جنيه. فنبدا كده بالمقشر. المقشر ده انا شايفه ان هو يعني ينفع لكل انواع البشره. المقشر ده حلو جدا جدا جدا، حجمه 150 ملي. الميزه ان هو رخيص، حبيباته متوسطه، بيقشر البشره كويس جدا. طيب اللي بعد كده بقى الغسولات. الغسول بتاع ايفا بالجليسرين بتاع البشره الجافه، وده انا اتكلمت عنه في كل الفيديوهات وبقول لكم ان هو ممتاز 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 لكل انواع البشره، مش شرط ان اللي تستخدمه بس الجافه، بل بالعكس هو ممكن يبقى للدهنيه اصلا احلى من البشره الجافه. طيب ليه؟ لان هو لا بيسيب البشره مترطبه قوي ولا بيسيبها ناشفه قوي، حاجه كده بين البنين. في كل الاحوال لازم تستخدموا معاه كريم مرطب يكون كويس، يرطب بشرتكم حلو وهيعجبكم كلكم. اللي بعد كده هو بتاع ايفا اللي هو لجميع انواع البشره بتاع بروتينات اللبن، ده انا شايفه ان هو برده ينفع لكل انواع البشره عادي جدا، زيه زي بتاع الجليسرين. يعني لو هتكلم عن كلام يخص ده هيبقى نفس الكلام هنا برده، ينفع برده لكل انواع البشره. اهم حاجه ان انتوا تستخدموا معاه كريم مرطب يكون كويس. يمكن اخر واحد ممكن انصحكم ان انتوا تجيبوه اللي هو بتاع الخيار اللي بالبشره الدهنيه، ما كانش وحش وما كانش حلو، بس البشره الجافه تبعد عنه تماما. ده كان بالنسبه للغسولات اللي هي شكلها كده. دي اخر غسول معايا من ايفا، وهو بتاع ايفا بي وايت. طبعا هو ملوش اي علاقه بالتفتيح، سعره كان حاجه و20 جنيه. هو كغسول حلو جدا، خليكوا في البشره الدهنيه والبشره المختلطه اكتر من انه يبقى للبشره الجافه بصراحه. فده كمان لطيف وبينظف حلو. وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، الغسولات اللي هي شكلها كده دي تنفع كمان كمزيل مكياج، فهتبقى حاجه كويسه قوي لو انتوا استخدمتوه لميك اب ريموفر وكغسول. يبقى زي ما اتفقنا البشره كل انواع البشره اللي بتعرف تستخدم دول، كبشره دهنيه، بشره جافه، بشره مختلطه، ده ممكن للبشره الدهنيه بس تبعد عنه البشره الجافه، وده لكل انواع البشره، وده تستخدموا البشره الدهنيه والمختلطه بس. الحاجه اللي بعد كده هو مزيل المكياج بتاع ايفا اللي هو بالكولاجين. ده طبعا هو ملوش اي علاقه بالكولاجين ولا ال 3 دي افكت ولا الكلام ده كله، هو مجرد مزيل مكياج حلو جدا لطيف. سعره كان لما انا ايام ما كنت جايباه كان 50 جنيه. هو طبعا ده مش اللي جواه، ده مش بتاعه يعني. هو المفروض ان هو قوام زيت وميه كده بنخلطه وبعد كده نستخدمه بالقطنه، كان كويس. اكيد سعره غلي عن 50 جنيه، دلوقتي ممكن يبقى وصل 60، لان انا ايام ما جبته كان ب50. من ساعتها بقالي فتره ما جبتوش تاني لان استخدمت حاجات غيره يعني. لطيف يعني مش وحش. الحاجه اللي بعد كده وهو البادي لوشن بتاع ايفا، ده تحفه تحفه تحفه، بالذات بما اننا دخلنا في الشتاء. بيجي منه ريحتين، العلبه اللي هي لونها بينك دي، وفي واحده تانية لونها ابيض، ريحته حلوه، ترطيبه ممتاز ممتاز ممتاز. بس هو مش احلى حاجه تستخدموها بصراحه في الصيف، هو حلو قوي في الشتاء لان البشره بتتشربه بصعوبه شويه. الحاجه اللي بعد كده وهو الكريم بتاع التصفيف بتاع اي كيراتين، وانا برضو استخدمت من اللاين ده الشامبو والبلسم. الشامبو والبلسم ما عجبونيش، كلهم نفس الشكل بتاع العلبه دي كده. اللي معايا ده الليف ان،
ليف ان كويس لو انتوا بتعملوا شعركم ستايلينج فيه مثلا شكل ضفاير، او مش من الاخر مش بتسيبوا شعركم للهوا كده وبتعملوا سكرانش. سكرانش ده اللي هو كده، لو ستايلينج سكرانش مش بيبقى حلو، لكن لو انتوا بتعملوا ستايلينج ضفاير وتفكوها بيبقى حلو جدا، بيخلي الشعر ناعم وشكله لطيف، انما في السكرانش بيهيش الشعر شويه. الحاجه اللي بعد كده وهو التونر بتاع ايفا، التونر ده ممتاز، بينعم شكل المسام، يعني بيخلي شكل المسام يتقبض كده لاطول فتره ممكنه. طبعا ما فيش حاجه بتعالج المسام ولا بتقفلها، لازم علاجات عند دكاتره وكده. ده كان سعره 80 جنيه، معرفش بقى غلي ولا لا بصراحه. على فكره كل مكوناته كويسه، هو طبعا ملوش علاقه بالانتي ايجينج وملوش علاقه بالكولاجين ولا الكلام ده، بس الميزه فيه ان احنا ما عندناش تونرات كويسه في مصر هنا، سعرها يكون كويس. بس بتاع ايفا ده بصراحه لطيف، وجربوه يعني هيعجبكم. الكريم اللي بعد كده هو كريم العين من ايفا، اللي هو انتي ايجينج جولد كولاجين. طبعا هو ملوش اي علاقه بالخطوط الرفيعه، وملوش علاقه بالكلام ده كله ولا بالهالات، هو كل اللي بيعمله ان هو ترطيب، ترطيبه ممتاز جدا، حجمه كويس، حته صغيره منه بتكفي العين، مش بيعمل اي حساسيه. انا عينيا حساسه جدا، بس ما شفتش منه اي حساسيه بصراحه. الكريم ده مش فاكره سعره كان كام، بس ما كانش سعره يعتبر غالي وما كانش رخيص برضو، لان هم بيقولوا ان هو فيه ذهب وكده، بس فككوا طبعا من الكلام ده، هو كترطيب كويس قوي. الحاجه اللي بعد كده وهو السكراب بتاع ايفا بي وايت، ده ممتاز عجبني جدا، هاتوا دايما اللي بيبقى عليه خصم 25%، هتلاقوا سعره حاجه و20 جنيه تقريبا، حاجه كده يعني. المفروض ان هو مقشر لتفتيح الجسم، طبعا التقشير عموما بيساعد انه يفتح الجلد، لكن هو كمقشر اكيد مكوناته مش هتفتح. الميزه في بتاع ايفا ده ان هو حبيبات، ولا هي تقشيرها متوسط ولا برضو هي تقشيرها قوي، حاجه كده بين البنين. بقشر بيه الشفايف وبقشر بيه الجسم كله، والميزه فيه ان احنا نقدر نستخدمه يوميا، لان زي ما قلت لكم هو تقشيره حاجه كده متوسطه او فوق المتوسطه بشويه. طيب الحاجه اللي بعد كده من ايفا برضو الكريم بتاع الانتي ايجينج اللي هو بالكولاجين ده. الكريم ده المفروض ان هو كريم مرطب، بس انا كازيس مش بعترف بيه ككريم مرطب، لكن بقول ان هو برايمر. طب ليه؟ لان هو تركيبته سيليكون كده، ف الميزه فيه ان هو بينعم شكل الخطوط فعلا زي ما هم كاتبين عليه، هو فعلا بينعم الخطوط طبعا لفتره معينه، مش بينعم الخطوط طول اليوم، يعني هتحتاجوا ان انتوا تعيدوا عليه علشان يديكم الترطيب وتنعيم شكل المسام وتنعيم شكل الخطوط. وعلى فكره ده اللي انا حاطاه النهارده على وشي، ومش حاطه غيره، مش حاطه اي مكياج، فشكله بصراحه بيبقى حلو جدا على البشره، لو انتم يعني عايزين تجربوه جربوه. ده شكله، مش فاكره كان سعره كام، غالبا اقل من 80، مش فاكره بصراحه. الكريمات اللي بعد كده اللي بتبقى اللي هي الكريمات بتاعت ايفا، اللي هي من نفس اللاين بتاعت اللي هي الغسولات اللي شكلها كده دي، هي مش حلوه لترطيب الوش لكن ممتازه لترطيب الجسم. المفروض ان اللي معايا ده بتاع ترطيب البشره الجافه، انا بشرتي دهنيه، هو كان بتاع ماما او اختي حد كده. انا كريماتهم اللي زي كده دي مش بتعجبني كترطيب للوش زي ما قلت لكم، ولكن هي الافضل ان انتوا ترطبوا بيها الجسم، وسعرها رخيص فحلوه جدا في كده. الكريم اللي بعد كده اللي هي اللاين بتاع الكولاجين اللي هو شكله كده، ده طبعا برضو خلصان ككل الحاجات اللي خلصانه اللي معايا. المفروض ان هو بيعمل فيلر، زي فيلر كده للخطوط، طبعا ما فيش الكلام ده، بيجي منه اعمار مختلفه من اول 20 سنه تقريبا لحد 50 سنه. اللي انا شايفاه ان كلهم نفس التاثير، يعني ما فيش حد فيهم بيعمل حاجه مختلفه عن التاني، هو مجرد ترطيب وتنعيم فعلا لشكل الخطوط، لكن كعلاج لا طبعا، هو بينعم شكل الخطوط قبل المكياج، وككريم مرطب فعلا بينعم بصراحه. ودي تقريبا تلت علبه عندنا، دي كانت واحده بتاعت ماما وواحده كانت بتاعتي، ماما كانت مخلصه منه علبتين تقريبا لانه عجبها برضه. فحلو جدا ترطيبه على فكره للصيف مش للشتاء، زيه زي الكريم ده برضه يستخدم قبل المكياج كبرايمر، او لو انتوا عايزين ترطبوا بيه في الصيف هيبقى كويس، انما في الشتاء ابعدوا عنهم خالص، مش بيرطبوا ترطيب عميق يعني. اخر حاجتين من ايفا عشان نبقى خلصنا حاجه ايفا كلها، الهاند سكراب والهاند كريم، الاثنين دول كويسين جدا، بس في حاجه السكراب المقشر ده يعني تقشيره مش احلى حاجه، بس مش وحش. الميزه فيه ان احنا لما بنقشر بيه بيعمل تقشير خفيف وبيخلي الايد بيسيبها مترطبه، وبستخدم بعده الكريم المرطب
الكريم المرطب برضو ممتاز جدا، بس للشتاء مش للصيف. ليه؟ لان البشره بتتشربه بصعوبه شويه. هقول لكم اسعارهم، ده سعره 27 اللي هو الهاند كريم، والمقشر سعره 32، يعتبروا كويسين. لكن لو انتوا يعني عايزين بتفكروا تجيبوا حاجه واحده منهم، هاتوا الكريم المرطب بلاش المقشر. ده كان بالنسبه للمنتجات بتاعه ايفا كلها اللي انا جربتها. نخش بقى في الحاجات اللي بعد كده. الحاجه اللي بعد كده من لونا، وهي المرطب بتاع الشفايف اللي ده شكله، وفي طبعا المرطب العادي اللي هو لونا القديم اللي احنا كنا بنستخدمه بالكاكاو واللي لونه احمر ده، بس ده ترطيبه ضعيف مش بحبه قوي، لكن ده ترطيبه ممتاز جدا. عامة اللاين ده كله ممتاز اللي هو بتاع لونا ده، وبينزل عليه عروض كتير وسعره رخيص. سعره اقل من اقل من 30 جنيه، 25 جنيه مثلا، حاجة كده يعني. كلهم ترطيبهم ممتاز، بتاعة الشفايف ممتازة، ودول ترطيب مركز للايد وللركب والاكواع والحتت اللي هي عايزة ترطيب مركز دي، كلهم بصراحة ممتازين جدا. وده شكلهم، انصحكم بصراحة ان انتوا تجربوهم قوي يعني. في كمان الصابونة بتاعة الجليسرين من لونا، هي مش احلى حاجه لانها برضو مش بتسيب البشره مترطبه قوي، ولكن هي مش وحشه يعني. برطب بيها جسمي يعني، بغسل بيها جسمي وبغسل بيها ايديا، بتبقى لطيفه. الحاجه اللي بعد كده، وهي من يولو. يولو طبعا شركه مصريه بتعمل مونيكيرات، المونيكيرات بتاعتهم كلها ممتازه. في برضو الكالسيوم بتاعهم والهاردنر، دول بيقووا الضوافر. دول شكلهم مش فاكره سعره كام بصراحه، بس هما كان سعرهم برضو اقل من 50 جنيه. كويسين جدا وهيعجبوكم، جربوهم. وفي كمان اللي هو النيل 15، ده تحفه جدا لو انتوا عايزين حاجه بقى تقوي ضوافركم وتدي كده حرفين سحر للضوافر، هيعجبكم قوي. اسمه نيل 15، سعره كان رخيص برضو، زي القطره كده بتحطوه على الضوافر وتدلكوه. بيخلي الضوافر شكلها حلو قوي، بتتقوى بالذات في الشتاء بقى، بنحتاج تقويه للضوافر كده، فده اختيار ممتاز جدا. الحاجه اللي بعد كده من كليو، والشركه دي عليها رغي كتير، ناس بتحبها وناس لا. انا عن نفسي ما فكرتش ان انا اجرب منها حاجات خالص غير العرض ده. كان الاتنين سعرهم 100 جنيه، ده السيرم بتاع التفتيح الليلي والنهاري، كنتوا بتشتروا واحد تاخدوا التاني هديه، يعني يعتبر الواحد واقف عليكم ب100 جنيه. الليلي كان حلو جدا كسيرم للترطيب، هو طبعا انا ما شفتش منه اي تفتيح لا هو ولا النهاري، بس الليلي كان لطيف، انا خلصته كله وعجبني يعني، مش وحش كترطيب وان انا بستخدم سيرم يعني. النهاري ده بقى هو بيدي ملمس يعني مزحلق شويه، يعني مش بيدي البشره شكل مط، فهو ينفع لكل انواع البشره ده من رايي، بس البشره الدهنيه هتستخدمه للشتاء اكتر من الصيف، هيبقى حلو جدا. هو فيه اس بي اف 40، فيستخدم قواكي شمس، يعتبر سعره رخيص وبديل ممتاز لان احنا نستخدم مثلا يعني حاجات واقية للشمس سعرها غالي. فبصراحة انا عن نفسي انصحكم ان انتوا تجربوه، بس تجيبوه في عرض مش تجيبوه لوحده. طيب الحاجة اللي بعد كده، وهي مرطب الشفايف بتاع اماندا، ممتازة لطيفة، ترطيبها اعلى من المتوسط بشوية، بتدي لون حلو برضو، كان سعرها رخيص، كنت جايباها ب9 جنيه. خلي بالكم في اماكن بتبيعها باغلى من كده، بس انا عن نفسي جايباها من جوري المهندسين، كانت ب9 جنيه، كانت لطيفة بصراحة. الحاجة اللي بعد كده، وهو الزنك اوليف، ده شكله، ده المفروض ان هو كريم للحفاضات بتاع الاطفال، المفروض ان هو كريم ملطف للجلد. طب انا بستخدمه في ايه؟ الكريم ده ممتاز ممتاز لو انتوا عاملين ازاله للشعر وحصل لكم حساسيه، طلع لكم احمرار، بتحطوا عليه الكريم ده، بيبقى كويس جدا. وممكن تستخدمه كمان كمزيل للعرق، طبعا هو ملوش ريحه، الميزه فيه ان هو مش بيسمر وبيخليكم يعني ريحتكم مش وحشه، بيتحكم كده في ريحه العرق، وبيبقى يعني مكان الاندر ارم نظيف، فده يعتبر زي ما تقولوا حاجه كده طبيعيه للاندر ارم لو انتوا مالكوش خلق ان انتوا تقعدوا تخلطوا حاجات بقى والكلام ده. هو مكوناته كلها اصلا لطيفه يعني، هو معمول كان من زيت زيتون، استنى اقول لكم بالظبط، هقول لكم، هو في زيت زيتون وزيت خروع واكسيد الزنك، ده بس المكونات بتاعته. واحفظوه في مكان كويس، لانه لو حفظتوه في مكان حر قوي هتلاقوا زيت الزيتون فصل كده وبيطلع، بس في كل الاحوال هو تحفه. الحاجه اللي بعد كده، وهو السكراب بتاع سكراب كده اسمه 11، طبعا خلصان برضو. السكراب ده لطيف يعني، هو المفروض ان هو فيس سكراب، هو لطيف للوش، هو عباره عن حبيبات فيها كريم كده، فبيسيب البشره مترطبه شويه. انا عن نفسي استخدمته كسكراب للجسم وكان كويس، فهو للجسم او للوش حلو، وكان سعره برضو رخيص، بس للاسف انا مش فاكره سعره.
السكراب اللي بعد كده وهو السكراب بتاع ستاركي ده ممتاز. انا مفيش فيديو اصلا اتكلمت عليه كمنتجات للبشره وللجسم غير واتكلمت عن ستاركي. انا شايفه ان هو ينفع للجسم اكتر من الوش، لان الوش هيبقى شديد شويه لكن الجسم بيبقى حلو قوي، تقشيره متوسط، ولو انتوا جربتوا اللي بالفحم او بالشوكولاته تقشيره اعلى شويه فده ممتاز، وسعره رخيص، سعره باقل من 10 جنيه كمان، فممتاز بصراحه لو انتوا عايزين سكراب حلو. في كمان اللي هو بتاع سوجو دوت، ده المفروض ان هو فيمينين ووش اللي هو غسول للمناطق الحساسه، ده لطيف قوي قوي. هو المشكله اللي فيه ان هو الفتحه بتاعت اللي هو بننزل منها المنتج نفسه كبيره فبيدلدق كده كتير، ده العيب الوحيد اللي فيه. ده كان سعره 39 جنيه و90 قرش يعني 40 جنيه، وبيقعد معاكم حبه لطاف يعني، بس اهم حاجه تخلوا بالكم ان هو ما يتدلدقش. انا عارفه يا جماعه ان الفيديو ده هيطول قوي، بس انا سالتكم في الاستطلاع الراي نعمله على جزئين ولا جزء واحد، كلكم قلتوا عايزينه على جزء واحد. الحاجه اللي بعد كده وهو السيرم بتاع كولاجرا بتاع فيتامين سي، كويس مش وحش، بس انا اتكلمت عنه قبل كده كتير وقلت ان هو كنوع من الوقايه مش بيعالج اي حاجه، هو مش للعلاج خالص، وتخلوا بالكم عشان ما ياكسبتش. ودايما بينزل عليه اوفرات، واحده والتانيه بنص الثمن او واحده وعليها التانيه ببلاش. هو كويس، وكمان قبل الديرما رولر هيبقى كويس. هو ميزته ان هو كنوع من ان انا استخدمه اللي هو بستخدم روتين وفي فيتامين سي، لكن زي ما قلت لكم ما تستنوش منه علاج لاي حاجه، هو كوقايه بس. الفيتامين سي بتاع سي ميكس انا ده ما حبيتهوش وما انصحش بيه نهائي، انا بس حطيته معانا هنا عشان اللي يشوفه. انا بصراحه ما انصحش ان اي حد يجيبه خالص، حاجه كده سيئه جدا. وانا كنت عامله فيديو عن فيتامين سي كله اللي انا جربتها، كل المنتجات اللي فيها فيتامين سي، بروحوا شوفوه احسن بدل ما اقعد اضيع وقت هنا كتير. الحاجات اللي بعد كده من شركه ستارفيل، والشركه دي انا ظلمتها، الشركه دي حاجتها كلها جميله بس افهموها كويس واستخدموها صح. في اللي هو الغسول بتاع ستارفيل اللي هو بالتي 3 دوت، الغسول ده كان بقى مطور يعني، هو منه شكل قديم كان في علبه شفافه كده، ناس كتير كانت بتقول عليه ان هو بشع، ولكن لما اتطور وحطوا فيه زياده التي 3 اويل اللي هو بقى عباره عن جل كده، ناس بقت تقول حلو وناس بتقول وحش. طب انا بقول ان هو حلو، بقول حلو ليه؟ بقول حلو لان هو لازم تستخدمه صح. تستخدمه صح ازاي؟ الغسول ده مش عايز بشره دهنيه حساسه، وطبعا البشره الجافه تبعد عنه والبشره المختلطه برضو تبعد عنه، هو عايز بشره دهنيه صرف، وتستخدموه في الصيف مش في الشتاء، لانه بينشف البشره نوعا ما ولكن مش التنشيف اللي هو السيء يعني، وممكن بعض البشرات تتحسس منه بسبب التي 3، وان هو يعني زي ما قلت لكم بينشف البشره، ولكن هو من ناحيه التنظيف بينظف كويس، قوامه عباره عن جل كده وساعات بيتزحلق شويه من الايد كده، فاللي هو اقعدوا ورغوا كده واعملوا على وشكم هيعجبكم. وزي ما قلت هو عايز بشره دهنيه صرف وبشره دهنيه مش حساسه، وهيعجبكم جدا. انا كنت جايبه ده في اوفر، كان ده مع الكريم اللي هو برضو بتاع البشره الدهنيه للحبوب وكده، الاثنين كانوا مع بعض في اوفر ب 102 جنيه بالظبط، لكن ده لوحده ب 85 جنيه، وده لوحده كان هقول لكم كان ب 60 جنيه. الكريم المرطب ده ممتاز ممتاز من هنا للسنة الجاية، الكريم ده فظيع فظيع فظيع، عجبني جدا. انا ما شفتش منه حاجة يعني للحبوب، هو مش هو المفروض ان هو للأكني برون سكين، بيخلي البشرة كوقاية من الحبوب. الكريم ده ممتاز وعجبني اكتر لما بستخدمه مع اللي هو البوبي جيل اللي هو السان بلوك، اللي بصوا الخليط ده مع بعض حاجه كده وهميه. انا استخدمته على فكره في الشتاء وكان حلو جدا، واستخدمته امبارح، امبارح ده كان يوم مطره، وبصراحه ادوني نتيجه هايله، كان البشره فعلا شكلها ناعم وشكلها حلو جدا. خليه للبشره الدهنيه، البشره الدهنيه هتحبه جدا جدا جدا. ممكن للبشره المختلطه تستخدموا البوبي جيل، البوبي جيل ده ممتاز بجد فعلا، ده البديل بتاع لاروش بوزي لانه غالي، ده بقى تحفه، ده سعره 150 جنيه بس دلوقتي نزل عليه اوفرات في كل حته، خصوصا ان الاعياد داخله وكده، وهتلاقوا ان هو نزل عليه اوفرات كتير، واحده ومعاها واحده او الواحده والتانيه بنص الثمن وهكذا، لازم تجربوه. انا كمان كنت عامله فيديو عن كل انواع الصن بلوك اللي انا جربتها، واتكلمت عن بوبي جيل بالتفصيل، مش عايزه اضيع وقت اكتر من كده، بس في الخلاصه يعني هو ممتاز لازم تجربوه.
اخر حاجه وهو الستارفيل وايتنينج كريم. الكريم ده برضو تحفه، يعتبر احسن كريم مصري نازل للتفتيح لان مكوناته كلها لطيفه. العيب الوحيد فيه ان هو بطيء، بس هو كمنتج مصري وسعره رخيص، سعره اقل من 100 جنيه، هو ممتاز بصراحه وما اقدرش اقول غير كده. ده ايام ما انا كنت جايباه كام، ب 65 جنيه، معرفش بقى وصل كام دلوقتي بصراحه. لازم تجربوه، بس ادوله مهله على الاقل شهر استخدام يومي يومي للوش او للجسم. وعلى فكره هم غيروا الباكجينج بتاعه، وبقت التركيبه بتاعته مطوره شويه، بس انا حتى الان ما شفتش فرق في التركيبتين يعني. ففي كل الاحوال هو كويس، بس ادوله وقت، اقل حاجه استخدام شهر يوميا. طيب الحاجه اللي بعد كده هتكلم بقى عن حاجات الشعر شويه، في اللي هو سباركل ده. انا بحب سباركل اللي هو لونه بينك ده، حلو قوي عجبني. انا شعري مسميه بروتين عالي وشعري جاف، هو مش بيسيب الشعر مترطب قوي ولا بيسيبه يعني خشن، برضو حاجة كده بين البنين، وسعره كان رخيص، حاجة و20 جنيه، فعجبني. الحاجات اللي بعد كده حمامات الكريم اللي جربتها، حمام كريم هير كير ده ممكن اقول ان هو لطيف. انا بستخدمه كشعر كيرلي، كتسليك الشعر تحت المية، واتكلمت عنه بقى ايه في حاجات كتير في فيديوهات الشعر الكيرلي، فمش هتكلم بالتفصيل دلوقتي، لكن في المجمل هقول لكم ان حمام الكريم ده حلو، وحمام كريم مينك كمان حلو في ان احنا نسلك بيه الشعر تحت الميه. لكن اللي حلو فعلا في ان انا استخدمه كترطيب للشعر، حمام كريم مينك عجبني قوي. انا كمسامية عالية وبروتين عالي، عجبني الاخضر والاصفر، دول بس اللي بستخدمهم، وساعات الازرق كمان بيبقى حلو. في بقى جددوا شكله حمام كريم من المينك اللي هو بالصبار وزيت اللوز، انا ده بصراحة معجبنيش كأن انا ارطب بيه شعري، ولكن عجبني ان انا اسلك بيه شعري برضو تحت المية لاني شعري كيرلي. طيب حمام الكريم اللي بعد كده، وهو حمام كريم عليه كلام كتير، حمام كريم اللي هو بالشيا باتر بتاع كيلوباترا. العلبة دي كلها كان سعرها 18 جنيه، وساعات بتبقى ب 20. انا ما اعرفش، كنت مقتنعة بيه بس قلت ان انا هجربه بصراحة يعني، وبصراحة ما لقيتوش يعني لا وحش ولا حلو، حاجة كده برضو متوسطة اللي هو لطيف يعني. ممكن اجربه تاني على فكرة. لما بستخدم مثلا بلسم قوي قبله بيديني نتيجة حلوة جدا، يعني اللي هو بيظبط الدنيا، لان انا دايما عايزة اوازن الترطيب والبروتين، فده بيخليني اوصل للتوازن ده. لان احنا طبعا عملنا فيديو عن اختبار مسامية الشعر، هبقى اسيب لكم بقى اللينكات، ابقوا روحوا انتوا شوفوها. فانا دلوقتي هتكلم كواحدة مسامية عالية وبروتين عالي، لما بستخدم مثلا بلسم بيرطب الشعر قوي، ده لما بستخدمه بحس ان هو بيوازن بين الترطيب والبروتين. اخر حاجه للشعر وهو الكريم بتاع بليس الليف ان ده، مش عارفه سعره وصل كام دلوقتي بصراحه، بس هو اعلى من 50 جنيه. ده ليف ان للشعر الكيرلي، عشان بنحطه لشعرنا علشان نعمل بيه شعر كيرلي كسكرانش كده، فهو لطيف مش وحش، بس في حاجات احلى، بس الحاجات دي مستورده. بس انتوا لو عايزين حاجات مصريه خليكم في بليس. الحاجه اللي بعد كده بقى هتكلم عن حاجات نفرتاري. بصوا ده البودي سبلاش بتاع نفرتاري، انا مش فاكره هو كان بكام بصراحه. هو المفروض ان هو بودي سبلاش للجسم ده باللافندر، هو المفروض ان هو معطر يعني للجسم، بودي سبلاش عادي يعني، ريحته لطيفه، روايحه كلها كانت مش احلى حاجه بالنسبه لي، كان اللافندر انسبهم. بس انا ما استخدمتوش كبودي سبلاش، بستخدمه كمعطر للجو، معرفش حسيت ان هو مش الطف حاجه كريحه يعني. طبعا الروائح دي اذواق، ان انا استخدمه كبادي سبلاش فكمعطر للجو وللاوضه كده، لما بنضف اوضتي برش منه بتبقى حلوه قوي بصراحه، ترش منه على المخدات تدي ريحه حلوه كده بتهدي الاعصاب. الحاجات اللي بعد كده وهي الزيوت بتاعه امتنان ونفرتاري، زيوت ممتازه، ودي من افضل الزيوت اللي انتم ممكن تستخدموها، انصحكم بيها جدا. كل الزيوت بتاعتهم حلوه حتى لو هي غاليه شويه، بس على الاقل انا ضامنه ان انا جايبه حاجه نظيفه. جبت حاجات كتير من العطار ما عجبتنيش بصراحه. الحاجه اللي بعد كده وهي ميه الورد، هاتوا بقى ميه ورد العراب او نفرتاري، دي سعرها وصل دلوقتي 30 جنيه وشايفه انها غاليه اوفر، لكن بتاعه العراب ب 12 جنيه، 15 جنيه على حسب المكان اللي بتشتروها منه، يعتبر سعرها حلو جدا، وكلها ميه ورد في الاخر وطبيعيه، غير بقى الحاجات المضاف عليها روايح والوان ابعدوا عنها. اخر حاجتين معايا في الفيديو النهارده، وهو الماسك بتاع امتنان الممتاز ده، انا كنت جايباه ب 145، ناس بتقولي انه وصل سعره 200 جنيه، انا معرفش، بس الصراحه هو يستاهل كل جنيه فيه، ينفع للجسم وينفع للوش، بينقي البشره جدا وحلو قوي. لو انتوا عندكم حبوب هيعجبكم قوي، لازم تجربوه. الحاجه الاخيره بقى في الفيديو كله هو الكريم المرطب بتاع الجسم من نفرتاري، الكريم ده بعشقه.
هو ريحته لطيفه وريحته حلوه جدا، بيجي منه روائح مختلفه. اللي معايا ده كان بالفراوله، كان ب 137 جنيه لما جبته. هو لازم لازم ترطبوا بيه في الشتاء، ابعدوا عنه في الصيف لانه هيعرق جسمكم جدا. هو ترطيبه عارفين حاجه زبده كده تقيله، فعايز بقى شتاء شتاء يعني، وترطبوا جسمكم هيعجبكم جدا جدا جدا. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. انا نفسي تعبت وحبيت ان انا اتكلم بسرعه واعرض لكم الحاجات. الحاجات دي انا اتكلمت عنها في فيديوهات كتير قبل كده، بس قلت اجمعها كلها في فيديو واحد. لا تعبت بصراحه، فيعني تقديرا لتعبي، متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا للقناه وتشيروه مع صحابكم، واكتبوا لي كومنتات قولوا لي رايكم في الفيديو. لو عندكم اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتات، وانا هحاول ارد على كل الاسئله ان شاء الله. وبس كده، اشوفكم في فيديو جاي. باي باي.